نعم، هذا الحجم يناسبني، والآن أسكبهم. وداعاً أيها الدبابة المرمليدية. جاهز! لا أنسى القفازات الوردية. يا له من تحول سحري، من دبابة إلى البيض. واحد، اثنين، ثلاثة، وجاهز! واو، بيضة مرمليدية كبيرة! تعالي إلي، تعالي! سوف آكلك الآن! لا يبدو أنه يمكن إنقاذ البيضة! أليكس، يجب أن تعتذر إلى سوزي! لقد عملت جاهدة على صنع البيضة المرمليدية! أوه، فكرة! ستعجبك! هناك بالتأكيد شيء ما هنا، سأفتحها الآن. واو، إنها شاحنة إطفاء. رجال الإطفاء في طريقهم، تنطفئ النيران. ماذا؟ شخص ما يحتاج إلى المساعدة؟ رجل الإطفاء أليكس جاهز. ما الذي يحترق؟ أين النار؟ لا تقلقوا، سينقذكم أليكس رجل الإطفاء، وسأخذ هذا كمكافأة. النار ليست لعبة. أضيف المارشميلو الحلوة والكثير من الحبوب وأشعل النار. والآن نحن ننتظر. قف قف قف، لا تسقطني. إذن متى سيكون كل شيء جاهز؟ لن أنام لن أنام. متى بالفعل؟ أوتش، من هناك؟ جاهز. هاي، انتهى الأمر أخيراً. أنا بحاجة إلى قفازات الآن. كيف يفعل الأطباء ذلك؟ لقد طار. لا مشكلة، لدي واحد آخر، أرتديه. سوزي ستحب هذه بالتأكيد. نصلهم ببعضهم البعض، ولا نحتاج إلى هذا بعد الآن. إنها بيضة الآن. كم تبدو لذيذة ورائحتها طيبة. كله لسوزي. سوزي، أليكس لطيف للغاية، جربيها. واو، سوزي أحبتها. كم أنت لطيف أليكس. نافورة الشوكولاتة، أحتاج إلى تذوقها. أليكس، ماذا ستفعل هذه المرة؟ يبدو أن البوالين مع الشوكولاتة ليست أفضل مزيج. هل أنت متأكد؟ أحتاج إلى إبرة هنا، دعونا نفرغ الهواء. أصبح السيد بالون وعاء من الشوكولاتة، والآن كريمة مخفوقة، الكثير والكثير. المزيد والمزيد من الكراميل. وكيف أقاوم هذه الكريمة المخفوقة؟ الآن جاهز. سوزي، أليكس لديه شيء لك مرة أخرى، جربي حالا. قولي لي كيف هو، لذيذ؟ أحسنت يا أليكس. واو أليكس، هذا رائع. واو، يا لها من دجاجة وضعت هذه البيضة العملاقة. صلبة، هذا ما نحتاج. واحد، اثنان، ثلاثة. أين هي؟ أين هي؟ ها هي البيضة، لم تتضرر. لدي فكرة، أتخلص من كل هذا القرف. فقط ما أحتاج إليه. أليكس، بماذا ستفاجئ سوزي هذه المرة؟ يبدو أن الشوكولاتة جاهزة، أحتاج إلى التجريب الآن. نعم، الآن أنا بحاجة إلى ملء كل شيء بعناية، وإغلاقه هكذا، ولصقه. لا يزال هناك بعض الشوكولاتة المتبقية، إذن سوف أكلها. والآن علي تقشيرها. سحقاً. أليكس، كن حذراً، هل هذه حقاً مفاجأة لسوزي؟ واو، البيضاء بدأت بالتكسر. ماذا يوجد في الداخل أليكس؟ واو، يا لها من بيضة شوكولاتية بألوان قوس قزح لسوزي، يجب أن تحبها. سوزي، لدي مفاجأة، انظري بسرعة. البيضة جذابة فعلاً، ما رأيك سوزي؟ يبدو أنها أحبتها. ما هي المفاجأة التي تختبئ هناك؟ ربما ديناصور، دعونا نكتشف الآن. واو، سيارة سباق، لنركبها. أربطوا أحزمتكم، المتسابق أليكس يندفع بسرعة خارقة. إنها نوتيلا، وهناك الكثير منها، هذا أفضل. والمكون الأخير المارشميلو، ونغلق البيضة.
جاهزة، بسرعة نركض لإرضاء سوزي. سوزي، أليكس حاول إرضائك مرة أخرى. ما الأمر يا أليكس؟ توقف يا سوزي، الآن سأريك كل شيء. بيض الشوكولاتة والحليب ونمزجهم معا. واو أليكس، أنت ساحر في الطهي. سوزي كيف هو لذيذ؟ سوزي جربت وأنها مسرورة. هذا نصر آخر يا أليكس. المهاجم أليكس على وشك تسجيل هدف. أليكس، يبدو أن الكرة اختفت تماماً أمام عينيك. أوه، يبدو مغرياً. فكرة، دعونا نضيف المزيد من الحلوى. لقد انتهى. أليكس، أنت مضحك. لكن أليكس، الأمشاط تستخدم للشعر. واو، هذا ما أحتاج. هناك مشط، لذلك سيكون هناك الشعر. لنفعل كل شيء الآن. إنه يشبه العش أكثر من الشعر. نعم، كل شيء جاهز الآن. ودور الأوريو. واو أليكس، لم تقل أنك سبايدر مان. الصبيان يحبون كسر كل شيء، أحذر. اللمسة الأخيرة وانتهينا. أوه، ما هذا؟ أوه، باسكن روبنز، الآيس كريم المفضل لدي. سوزي تحبه أيضاً. آمل ألا يتحول إلى فراخ صغيرة. والكثير من الكراميل، والآن جاهز بالتأكيد. سوزي ألا أتن. أوه سوزي، الببغاءات لطيفة للغاية، لكن الببغاء لن يجيب عليك. وهنا يأتي أليكس، أحضر شيئاً لذيذاً مرة أخرى. لا سوزي، هذا ليس للببغاء. من الأفضل أن تجربيه بنفسك. واو سوزي، بالطبع أعجبك كثيراً. لماذا لا يصنعون الطلاء من الزبادي؟ ماذا هناك؟ أنا بحاجة إليه. أليكس، إنه خوخ. هل تصنع بيضاً مزيفاً؟ نعم، لم يكن كافياً، كان يجب أن أكمل الصورة. لذيذ. أليكس، احترس، سوزي ليست في واقعنا. سوزي عادت إلينا. بسرعة جربي تحفة أليكس الجديدة، إنه فنان بالطهي. واو سوزي أحبت. أليكس، ماذا أحضرت لسوزي؟ دجاجة، لكن لماذا؟ لم نعد بحاجة إلى الدجاجة، لكننا نحتاج إلى بيضها. أملأها بالطلاء. أليكس، ما الذي تفكر به هذه المرة؟ سوزي، شاهد البيضة؟ بوم! واو، أريد ذلك أيضاً، وأرمي! يا رفاق، أنتم فنانين حقيقيين. والآن حان الوقت لقطاف التفاح. يا لها من تفاحة جميلة ولذيذة أيضاً. أولا، ما هذا؟ دودة؟ دودة مرميلادية؟ نعم، خطرت لي فكرة. سأعبئ وعاءً كاملاً بديدان المرميلادية. مذهل؟ والآن أشعل النيران. هذا المطلوب. أذيب الديدان وأحصل على مرميلاد لزج. انظري ماذا لدي. ممتاز. والآن أخلط ألواناً مختلفة بهذه الأطباق. انظر، لدي قوس قزح كامل. والآن سيكون هناك شيء خارق. أولاً أخذ بالوناً ضخماً، لكن علي أن أفرغه من الهواء. رائع. والآن أغلق الأنبوب به. سيحدث الآن شيء خارق. نعم. أولاً أسكب اللون البرتقالي في الأنبوب، ثم الأصفر والأخضر والأزرق، كل ألوان قوس قزح. وسأحصل على، لن أريك الآن. من الواضح أنه شيء رائع، لكن انظري ماذا لدي. الكثير من الشوكولاتة وأمندمز. وهنا الغلاية، الآن سأغمس هذه الشوكولاتة في الماء. سيكون طعما لا يصدق. كل ما علي فعله هو تسخين كل شيء. الغلاية سخنتهم تماما. والآن سأفتح الحسم بأسناني بالطبع. الكثير من الشوكولاتة، هذا لذيذ جدا. الآن سأصنع دودة شوكولاتية ضخمة رائعة. علي وضع زجاجة الكولا التي صنعتها وتغميسها بالشوكولاتة. إنها لذيذة جدا.
لكن هناك شيء مفقود في دودة الشوكولاتة. أنا بحاجة إلى تجميدها. هكذا أبردها بالبخاخ بشكل عام. ممتاز، دودة شوكولاتية ممتازة، صلبة ومجمدة. والآن أخرج الزجاجة، إنها عديمة الفائدة الآن، لكن سأخذ أمندامز. إنهم رائعون. على الفور سأضع عبوتين في الداخل. كم هذا جميل، رائع. دودة شوكولاتية لذيذة. نعم فعلتها، وحلوى أخرى في فمي. ماذا لديك؟ أنا سأضع لذاذتي في الأسفل الآن وأحضر صينية الفرن. أنا بحاجة للسباحة الآن. كم أنا متعبة، لكن لا بأس. سأخرج الثلج من الثلاجة الآن. سأحتاج إلى الكثير والكثير منه. سأضعه في الصينية هكذا. بارد. أين كل الثلج؟ ماذا علي أن أفعل؟ هذا ليس جيد. سأحضر المزيد من الثلج. لم أنتهي بعد ويدي تجمدت. فكرة؟ سأحضر مكنسة كهربائية وستمتص الثلج من خلال الأنبوب. إنها تمتصني، ساعدوني. المكنسة تهاجمني. أنت مضحكة. لا يوجد شيء مضحك هنا. شفتي، ما الأمر معهم؟ الثلج؟ هذا جيد جدا، لقد ساعدني بالتأكيد. إذا أستمر في أخذ هذا الأنبوب المشاغب وأمتص الثلج معه. ممتاز، والآن أقوم بتشغيل الوضع العكسي هكذا. هذا كل شيء، لدي الآن وعاء كامل من الجليد. أنا أبلي بلاءً حسناً، لدي كمية كبيرة من الثلج الآن وملأت الصينية تماماً. لن أحتاج هذا بعد الآن. الآن سأضع دودتي عليهم، أدعها تبرد قليلاً وأنتظر الآن. إنها ثقيلة جداً، لكن بالتأكيد لذيذة أيضاً. أعتقد أنها جاهزة بالفعل ويمكن فتحها. هيا أخرجي دودتي المرميلادية. أعطني عود الأسنان هذا، سأضعه في دودتي. وبعض الأعواد الأخرى هنا. أنظر الآن. عظيم، دودة خارقة، هذا خلاب. أنا سوف آكل حصتي من المرميلاد. وأنا سآكل دودة الشوكولاتة، ممتع للغاية. سوف آكل كل الأجزاء، الأصفر أولاً. إنه لذيذ جداً، لا يصدق. هذه أروع دودة تذوقتها، دعيني أجرب خصتك. وأنا سأجرب خصتك. لذيذة جداً وحلوة. هاي أليكس، أطعمني أيضاً. نعم بالتأكيد، هذا لذيذ جداً. لكن انظري، لا يمكنني تناول هذا بعد الآن، أنا ممتلئ. ماذا جرى هنا؟ من أنت؟ من كان ذلك؟ جدتي؟ أوبس. لقد تسببتم بنوبة قلبية للجدة العجوز. ظننت أنكم مجرمون في المنزل. اخرجوا بسرعة. لقد لعبنا كثيراً وعلينا تنظيف كل شيء، لكننا قضينا وقتاً ممتع. دعنا نتسابق الآن. الآن أنتم نظيفون والمطبخ نظيف، كم أحبكم يا صغاري. نعم كان رائعاً جداً، قضينا وقتاً ممتع. كيف قضيتم الوقت معنا يا رفاق؟ هل كان مشوق؟ بالطبع. هل تودون أن تأكلوا نفس الديدان؟ اشتركوا في قناتنا حتى لا تفوتوا نفس الفيديوهات والتحديات الرائعة والمضحكة والممتعة. هل تساعدون جدتكم في المطبخ؟ اكتبوا في التعليقات ولا تنسوا وضع الإعجاب. وداعاً. What a fuck!